بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله حبيباتي هذا الفيديو تلقاكم كامل بخير وكامل مهنيين. قبل كل شيء نهني كامل المشتركات تاوعي بعيد المرأة، ونهني كامل الأمهات الجزائريات، وتاني كامل النساء اللي في العالم. نبدأ على بركة الله. بسم الله، في هذا الفيديو، هذا الفيديو تاني بمناسبة عيد المرأة، هنا بنتي ناريمان والأساتذة تاعهم هناوهم تانيك في هذه المناسبة، داروا لهم ضيافة، داوهم لهنايا لواحد الريستورون هو أوديليس كما شفتو لهنايا في الصورة. هاد المطعم صدقوني روعة روعة، أنا تاني كنت ديجا كليت فيه أنا والعائلة تاعي، مطعم يعني من أروع ما يكون. مانيش نديرلو في لا بيبليسيتي ولا حاجة، ويستهل هاد المطعم نديرلو إن بيبليسيتي. صدقوني عنده يعني أكلات طيبة، الاستقبال تاعو كيفاش يعني يستقبلوكم ما شاء الله، المكان تاعو نقي بزاف بزاف. كنا يعني رحنا ليه خطرة عجبني بزاف بزاف، وهاد المرة ناريمان تانيك كرموهم داوهم لهاد المطعم بالذات. هنا يا راكو تشوفوا كيما وصلوا حطوا لهم لهنايا المينو، راهو تانيك هما يعني خيرون لهم المينو من قبل، داروه ضربه وحده للاساتذه، عطاو لهم من قبل واش يديروا لهم. وهنا يعني شوفوا قلت لكم تالمو ناس طيبين بزاف بزاف، خلاونا ريما دخلت عندهم حتى لداخل، وخلاوها تصور كي راهم لهنا يدريسي في لي زاسيات تاعهم. كانت وصلوا في هاد اللحظه خلاوها تشوف كامل كيفاش يديروا الدريساج، وتشد لكم مقتطفات. هنايا هاد المقتطفات يعني ماشي حاجه باش نقول لكم زوخ ولا فوخ ولا راني ندير في لا بيبليسيتي، لا لا، ماذا بيا تديو افكار كي يكونوا عندكم هكذايا مناسبه، ولا كيفاش تنظموا روحكم وكيفاش تقدروا تسهلوا الشغل على روحكم. راكو تشوفوا كيفاش راهم يديروا، يوجدوا يحطوا نقالي راهو الداخل، راكو تشوفوا فيه بعينيكم، وشوفوا كيفاش يدريسيو لي زاسيات تاعهم، يستفوهم في بلاصه كامل الفوق لتحت، ويخدموا يعني بانتظام كل حاجه تخرج ما شاء الله. والصور راهي توضح لكم كل حاجه. هنا راهم يدريسيو في لاصالا، داك تشوفوا فيها حطوا فيها في الاول الخس، ومن بعد زادوا طماطيش، زادوا زروديه، الخيار، البصل، مايز، تانيك زادوا لا مايونيز. هنايا راهم يوجدوا تانيك في الطبقه تاع الخبز، راكو تشوفوا كيفاش راهم يسربيو. هذوك راهم يدريسي في لي زاسيات، والاخرين راهم يسربيو في المغارف، في الفراشه، الكيسان، الخبز. وهنا يعني نوريكم مقتطفات من كيفاش راهو يدريسي في لاصالا تاعو بعد ما كملها كامل. هنا دار لها لا فينيغريت، وراهو يدير في لا مايونيز. والصورة راهي توضح كل حاجة، صدقوني مطعم من أروع ما يكون، نقي بزاف بزاف، غير كيما حلف البلاد لتحتها كيما يقولوا الجواجلة في البلاد هكذايا، باسكو عندنا حنا كون شيفالي وعندهم البلاد يقولوا في البلاد لتحتها. وهنا بعد ما دريسا كامل لي زاسيات تاوعو بسلاطة، زاد حط لهم المعقودة، وراح لهنايا للرولي تاع تاع الدجاج اللي محشي باللحم لهنا، وعلى حسب ما نشوف اللحم واسمو الفرماج هكذا، حط المعقوده. ومن بعد عاودوا حطوا هذوك الرولي، راكو تشوفوا فيه ما شاء الله طريف وناجح، وميم كي يكون قطع فيه تشوفوه باللي راهو طري، ماشي الموس ما يمشيش فيه تمتم ولا كان يابس ولا ناشف، راكو تشوفوا فيه لهنايا في الصوره يتوضح كل حاجه. هنا بعد ما دريسه كامل في زاسيات تاعهم، ولا للبطاطا، هاد البطاطا قالت لي ناريمان من اروع ما يكون، قالت لي بطاطا وكانك راكي تاكلي في غيمه، ما تحسيش كامل بلا كي تاكلي في البطاطا. بون لانستون مازال ما عرفتش هاد الوصفه، باذن الله ان شاء الله لعرفتها راني راح نشاركها معكم. زاد دريسه لهنايا هذيك البطاطا تاعو حطها، ومن بعد حكم لاصوص وحطها فوق هذاك الرولي اللي راهو تما. هنا ستين صوص فرماج على احسن ما اظن، باسكو راني نشوف فيها كيما موالفين نخدمو ستين صوص فرماج. ومن بعد بداو لهنايا يديو ديراكتومون، ماشي من النوع اللي يدي يخدم لك اون اسيات ومن بعد يبطا باش يزيد يجيب لك اون اوتر اسيات، حتى يدريسي كل حاجه على فوا ويديو هذيك المائده. وشوفوا لهنايا بعد ما كامل هذيك لي سيرفوز اللي عنده ولا لي سيرفور، كاين نساء كاين رجال، سرباو لهنايا الاساتذه
هنا زدت خدات لكم اقتطافات قبل ما يبداو ياكلوا. كيفاش خرجت الطاوله؟ صدقوني مطعم من اروع ما يكون، اروع اروع. هنا بعد ما كملوا زدت دخلت للتحليه، كتشوفوا فيها لهنايا، شوفوا كيف ستفهم كامل، وبدا هنا يدردر في الكاكاو عليها. تيراميسو ساهل ماهل في دقائق يعني، وراكم تشوفوا فيه كيفاش خرج ما شاء الله. يعني ماكلتهم كانت بنينه بزاف بزاف، كيما حكيت لي بنتي نريمان قالت لك الماكله تاعهم روعه. قلت لكم كنت كليت فيه ديجا هاد المطعم من قبل، قبل كورونا بصح، ودوقا بعد الكورونا وراكم تشوفوا النظافه اللي راهم فيها، يعني راهم الصوره راهي توضح كل حاجه بلا ما نحكي. هنا كي كملوا عطاو لهم كامل هدايا، قالت لي الهدايا تاعنا كامل كيف كيف، كاين اللي حلوهم تما تاعنا ريمان باذن الله ان شاء الله دوك نحلها معاكم. وكي كملوا كامل داوهم في رحله لجهه جهه كيسير لهنايا، في واحد الحديقه لهنايا يعيطوا لها غابه. هنايا سنا دوكا لهنايا نسيت غابة البارك لهنايا، هاي ليك هذا وين جاني الاسم تاعها، يعني غابة من اروع ما يكون. وشنو لهنا خديت لكم غير مقتطفات خفيفة ظريفة، خاطرش كانوا كاينين الاساتذة ما خديناش الاذن تاعهم لا يشوفوا لا يقدروا نوروهم لا لا لا، خديت لكم غير لي بارتي لي وين ما كانوش فيها الاساتذة بزاف، ووريت لكم لهنا بعض المقتطفات لهنا. يعني هذه الغابة تانيك ما شاء الله راكم تشوفوا فيها لهنا، خاصة في هذا الوقت اللي رانا فيه، ان شاء الله ربي يرفع علينا هذا الوباء ونقدروا يعني نخرجوا مع وليداتنا. هذه الغابة كي تروحي ليها تقدري لهنا ترفهي، خاصة دالي دوكا جايين في عطلة وكامل تاع الشتا، تقدروا تدي وليداتكم تاع ربيع عفوا، تقدروا تدي وليداتكم هكذايا يرفوا فيها ينحيوا على بالهم بعيدة على كل على كل يعني هذوك المكان اللي يصيبوهم ماشي شابين بزاف بزاف. بور لانستون راهي نقيه، هذه غير كيما حلوها جديده، راهي روعه كتشوفوا فيها. ان شاء الله تقعد هكذايا ما تعمرش، كيما وين نروحوا نلقاو هذوك النفايات ياكلوا يكملوا من بعد يرميو كلش. كانت هذه هي الرحله تاعها كيفاش كرموهم وكيفاش الاماكن اللي راحوا ليها. وهنايا حبيت نحل معكم الهديه اللي عطاوها لها، قلت نحلها مع المشتركه تاعي راكو تشوفوا فيها. قالت لي خدينا كامل الهدايا كيف كيف اللي حلوهم تما، على بالي واش نلقاو فيهم دوك تاع نريمان، نشوف واش نلقاو فيها ان شاء الله مع بعضنا. هنا بعد ما حليتها راكو تشوفوا فيها، لقيت فيها هاد لقيت فيها هاد القريعه كتشوفوا فيها، كاين تانيك ستيلو كيما نقولوا، وكاين هاد الكتايب. هنا كي حليتها لقيتها قرعه ريحه، هاي ليك دوك نحلوها مع بعض. عطاوهم قرعه ريحه، ربي يجعل ايامهم كامل ان شاء الله هكذايا تريح بالروائح الجميله. كاين هاد ستيلو احسن هديه هو هاد المصحف، روعة روعة. ان شاء الله لا فيديو تاع نهار اليوم يكون عجبكم وخديتو منه افكار، انا يعني درتو هكذا باش تديو ديزيدي برك منهم وتعرفوا الاماكن الجميله اللي عندنا هنا تاني في بلادنا واللي زادوا حلوها جداد. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.